من التولز او من الادوات اللي انا كنت بستخدمها قوي اول ما اتعلمت الفوتوشوب هي البين تول. ما اكدبش عليكم، في الاول كده طنشت الاداه دي وقلت ما انا اكمل من غيرها، ما هي كده كده مش فايداني في حاجه. بس عرفت بعدين ان هي من اهم الادوات اللي انت كمصمم لازم تبقى عارف تستخدمها. البين تول مش بس انت هتعرف ترسم بيها، مش بس هتعرف تعمل بيها كيرفز، مش بس هتظبط بيها التصاميم بتاعتك، ده انت كمان هتحتاجها في معظم التصاميم بتاعتك اللي عايز تعمل فيها السيلكشن يكون بيرفكت، عايز تحدد فيها تحديد لمنتج. الناس اللي بتعمل تصاميم للمنتجات هي اكتر ناس هتعرف انا بتكلم عنها. النهاردة انا هحاول ابسط لك اداة البين تول على قد ما اقدر علشان تبين خفيفة ولذيذة وانت بتتعلم الفوتوشوب وتعرف تستخدمها بطريقة بروفيشنال او ندير كلام كتير. يلا بينا. طيب مبدئيا كده لو انت واقف على اي اداة في الفوتوشوب وكليك بي على حرف البي كده ينقلك على طول على البين تول. طيب البين تول زيها زي الريكتانجل تول وزيها زي اي شكل او اي شيب انت بترسمه، اوكي؟ يعني ليها فيل وليها ستروك، تمام؟ نفس الاوبشنز بالظبط. طيب انا دلوقتي هخلي بس الفيل على انفيل والستروك برضو مش عايز لها انا لا فيل ولا ستروك. طيب هنلاقي ايه هنا؟ برضو هنلاقي حاجة اسمها شيب لو انت بترسم شيب، لو بترسم شكل معين، او باث لو انت بترسم باث معين بتحاول تحدد بيها. طيب البين تول عبارة عن بوينتس. انا هقرب كده بس عشان تشوف انا بعمل ايه. البين تول عبارة عن بوينتس، والكيرفز اللي انت بتعملها، المنحنيات اللي انت بتعملها ما بتبقاش فري كيرف، انت بترسمها وبتعرف تتحكم فيها كويس، مش فري كيرف. يعني زي مش زي ما اجيب البراش تول مثلا اوكي وافضل ان انا عايز اعمل مثلا حرف اي مثلا، اوكي؟ فانا بعمل حرف الاي كده ما بيبقاش انا متحكم، ما بعرفش ارجع اتحكم في الحرف ده، في الكيرف اللي انا عملته في حرف الاي ده. بعكس البين تول انا لو جبتها بعرف اجيب بوينت هنا، بدوس كليكه كده بالماوس عشان اعمل بوينت وبجيب بوينت هنا كده، بتخيل الكيرف انا عايز الستارت فين بتاعه والانت فين، وبجيب بوينت هنا وببدا ان انا دراج واشد بقى بالماوس كده بتاعي لحد ما اظبط الكيرف زي ما انا عايز، اوكي؟ زي ما انا عايز. طيب واجيب برضو بوينت هنا في الاند اللي انا محتاجه وافضل برضو اظبط الكيرف زي ما انا عايز، لقيت ان الشكل ظبط معايا اكتر واحسن من الاول. طيب بي تاني عشان نرجع للبين تول. اول حاجه البين تول غير الكيرفز طبعا انا بعرف اعمل بيها خط مستقيم وخطوط كده تبقى مستقيمه كده وشارب ما فيهاش اي كيرف ولا اي حاجه. طيب طيب ازاي بقى اعرف ان انا اتحكم في البين تول دي، وازاي اعرف ان انا اوجه نفسي كويس في البين تول واعرف احدد بيها، اعرف ارسم بيها؟ كل الكلام ده مختصر بس في نقطتين، كنترول والالت. الكنترول والالت الشورت كاتس دول او الاختصارتين دول هما اللي انت هتعرف بيهم تتحكم كويس في البين تول، ودول اللي ملخبطين معظم الناس. طيب اول حاجة لازم لو انت رسمت بوينت هنا وحبيت ان انت تيجي هنا وتشد كده علشان تعمل منحنى، ايه اللي بيتحكم في المنحنى ده؟ اذا كان شورب كده او اذا كان ان انا عايز اكبر الانجل او الزاوية بتاعت المنحنى دي كده، حاجة اسمها الهاندل. حاجة اسمها الهاندل دي الهاندل بيبقى فيه تو هاندل كده من الناحيتين بعرف اتحكم بيه. طيب انا بعد ما سبت كده الكيرف بتاعي ورجعت تاني اكتشفت ان انا غلطان وان انا عايز احركه من هنا او ان انا عايز اكبره فوق يطلع فوق كده او ينزل تحت بالشكل ده، باجي على الهاندل كده بالماوس وانا دايس كنترول هلاقي كده، بص الايكون بتاعت البين تول كده اتحولت بقت معايا ماوس كده بالابيض وبالاسود كده، معناها ان انا اقدر اتحكم في الهاندل دي اخليها ارجعها تاني كده او اكبرها كده زي ما انا عايز. طيب نفس الكلام لو انا دايس كنترول ورحت على الهاندل اللي فوق برضو بعرف اتحكم في الهاندل اللي فوق. طيب نفس الكلام لو انا دايس على كنترول ورحت على البوينت بتاعت اللي انا واقف عندها اصلا اعرف اتحرك في البوينت زي ما انا عايز، والبوينت اللي هي الاساسية دي ثابتة ما اتحركتش،
اوكي، يبقى انا بحرك البوينت اللي انا واقف عليها بالكنترول بس. اوكي طيب، ممكن ارجع برضو العب في البوينت الاساسية، مفيش مشكلة. يبقى انا كده معايا الكنترول، عرفت ان الكنترول هو اللي بيحرك لي اي حاجة انا محتاج احركها في البين تول. اذا كان مثلا الهاندل بتاعي، وقلنا ان الهاندل ده هو اللي بيتحكم في الكيرف بتاعي، او اذا كان البوينت نفسها انا عايز احرك مكانها فوق تحت يمين او شمال. طيب اوكي، كده النقطة دي احنا تقريبا فهمناها وعرفنا ان الكنترول هو اللي بيتحكم في الموفمنت او الحركة اللي انا عايز احركها في اي كيرف انا رسمته او في اي شكل انا رسمته في البنتو. طيب ناقص معانا الالت. لو انا جيت كده رسمت النقطة دي وعايز ارسم اكمل النقطة التانية بتاعتي كده، هيلاقي ان هو اوتوماتيك خد كيرف. ليه؟ لان الهاندل بتاعتي معدية البوينت اللي انا رسمت فيها. اوكي طب انا مش عايز، انا عايز ارسم خط مستقيم كده ما يبقاش واخد الكيرف دي، اعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هاجي ابقى دايس على الالت كده، وهيظهر لي جنب البين تول كده علامة الانجل دي، الزاوية دي اللي هو انا كده بنهي عند النقطة دي الكيرف بتاعي، بحيث ان انا لما اكمل بيكمل لي بقى جديد بقى، لا في كيرف ولا في اي حاجة. تمام كده انا تقريبا شرحت كل حاجة عن البين تول وازاي تستخدمه. طيب خلينا نطبق مع بعض كده على السريع. لو احنا معانا اللابتوب ده وعايزين ان احنا نحدد اللابتوب ده ونشيله من الباك جراوند دي، هنا البين تول هيبقى احسن اوبشن معانا ان احنا نحدد. خلينا نبدأ من بوينت كده، انا قررت ان انا ابدأ من البوينت دي. هنا في كيرف لللابتوب، فانا هاجي عند البوينت دي وادراك كده لحد ما اظبط الكيرف بتاعي. طيب انا هبدا ارسم كده على طول؟ لا، عمل معانا كيرف، يبقى هاجي على البوينت والت وكليك هنا واجي هنا اظبط الخط المستقيم بتاعي. هنا انا بتهيالي ان كله مستقيم. انت وبترسم خلي بالك انك تكون جوه الشيب نفسه، ما تروحش بره الشيب علشان الدنيا تظبط معاك والتحديد بتاعك يبقى مستقيم او يبقى شارب. هبدأ ان انا برضو ارسم هنا خطوط مستقيمة، كله ده مستقيم، جزء ده من اللابتوب مستقيم بتاع الشاشة ده. هاجي هنا هلاقي ان في كيرف، فهبدأ ان انا ارسم الكيرف بتاعي زي ما انا لقيه مظبوط. ما تنساش الت وتدوس على البوينت دي. طيب انا لقيت ان الكيرف ده محتاج ان هو يطلع شوية وينزل شوية، يعني عايز موفمنت، عايز حركة، يبقى كنترول وبكليك كده على البوينت دي وببدأ ان انا اظبط البوينت دي زي ما انا عايز. طيب هبدأ ان انا برضو ارسم لحد هنا خط مستقيم زي ما احنا، خط مستقيم زي ما احنا لحد هنا. بعدين هبدأ ان انا اعمل كيرف هنا برضو بنفس الشكل كده، الت وبدوس على البوينت اللي انا وقفت عندها، وخط مستقيم لحد هنا وخط مستقيم لحد هنا، وهبدأ ان انا اعمل هنا كيرف بسيط كده وتنساش الالت، وهبدا ان انا اجيب خط مستقيم برضو لحد هنا، او ممكن نعمل كيرف هنا كده علشان بس في كيرف هنا الت، وهبدا ان انا اجيب خط مستقيم لحد هنا كده اهو. ابدا ان انا اجيب كيرف بسيط خالص هنا الت، وهبدا ان انا اجيب اخر كيرف هنا كده اهو الت، وهبدا ان انا اوصل البوينت دي بالبوينت اللي انا بدات من عندها التحديد بتاعي. طيب انا كده خلصت التحديد بتاعي، تحديد على السريع كده. هاجي على اللير اللي هو هتلاقيه اسمه شيب، وهتلاقيه لير كده شيب عملها لنا البين تول، كنترول كليك كده عشان احدد، وهاجي على اللير بتاع اللابتوب وهعمل ماسك بسهوله كده، هنلاقي ان اللابتوب بتاعنا اتحدد معانا. دي كانت فايدة من فوائد البين تول كتيرة، غير ان انا ممكن ارسم بيها شيبس وارسم بيها اشكال. البين تول اداة من الادوات اللي لازم تتعلمها وانت شغال، لان هي هتساعدك في تصاميم كتيرة، ان انت تحدد بيها، ان انت ترسم بيها اشكال انت محتاجها في التصميم بتاعك. لو الدرس بتاع النهاردة عجبك ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة، واستنى فيديوهات جاية كتير.